السلام عليكم، اخباركم ايه؟ ان شاء الله رجاله اخر جمعه في 2020، كل سنه طيبين والسنه سعيده عليكم جميعا يا رب. هنخش بقى نجيب لكم بقى الاسعار كده، نجيب لكم حاجتين كويسين يا رجاله ان شاء الله باذن الله. كل سنه طيبين، يلا بينا عشان السوق بدا يتزحم اهوت. يلا بينا بقى شباب، اول حاجه كده نخش نجيب لكم شويه شربنادي اهو. ادي شربندق وعلى فحم كده جتته خفيفة، تمام. السوق هنا كده رجالة، جيب لكم قص سحن اهو مع ابنهم، باين عليهم ده ابنهم، تمام. تنسوش يا رجالة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس واللايك يا شباب، بعد اذنكم اللايك يا رجالة. كل سنة طيبين، ان شاء الله الجمعة الجاية بإذن الله نبدأ اول سنة بإذن الله علينا، وتبقى سنة كويسة وسنة سعيدة علينا بأمر الله. يا عم عادل هجيب لكم بقى حمتين هنا، حمتين عم عادل اهوت يا شباب، لوبها حمتين. هنجيب نشوف بس ايه عنده، ايه زغللين قطعت اهو ان شاء الله. يا حبيبي كل سنة طيب، نادر متاخر. عامل ايه؟ يا اخبارك؟ سعيد متاخر الحمد لله. انت نادر النهارده متاخر يعني؟ سعيد الساعه 7. هتعيد ولا ايه؟ هتعيد ولا لا؟ لسه العيد لسه. هتعيد امتى؟ عامل ايه؟ هتعيد امتى؟ لا عيد مين يا عم؟ احنا بنعيد. جنيه. ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. تمام الحمد لله. معاك ايه يا عم عادل النهارده؟ انا معايا ستر من عند ربنا. يا رب دايما. طلع لنا بقى الزغاليل دي. والله بص هم ايه، كنت مجهود كده ومشيت الحمد لله الصبح بره في بحسنيات وبنايده ماشي. العنابره دول اخوات ولا ايه؟ العنابره دول والقطاطه دول اخوات. بكام العنابره دول؟ عاملين 200 جنيه يا حبيبي. والقطاطه عاملين كام يا عم عادل؟ واحد ونص. عاملين 150. وادي كراكندي. وكراكندي رايق اهو. 50 جنيه. 50 جنيه الكراكندي ده. الاثنين العنبره دول كويسين. ماشي يا عم عادل. دي انتاع بسيا مصريه. سيبها. دي انتاع بسيا مصريه يا رجاله، وعنبره اسمر اهو. حلبيه. العنبره الاسمر ده بكام؟ عامل واحد ونص. 150. وانتاع العبسيه؟ واحد ونص برضه ب 150. واد ازرق كشك وعنبري كشك. الازرق ده عامل كام يا عم عادل؟ 100. والعنبري 50 جنيه ان شاء الله. حاجات من القليله، ما بيبقاش كتير في السوق ده يا عم عادل. ان شاء الله. انت قلت كام؟ ب 150؟ 150 جنيه. في شويه بقى هنا ايه؟ اتنين باكستانيات في الدور اللي فوق دوت. اتنين التراب برضه في الدور اللي فوق. ما شاء الله. باكستانيات دول انا طلعت شويه حلوين. الحمد لله. الحمد لله. يا ربنا يرزقك يا عم. عشان الناس اللي بتقول لك احنا ما بنبيعش والكلفه وبتاع، دي عالم فاضيه دي يا عم. لا لا بتبيع وفي بيع وفي بيع. شويه هتهدى كمان شويه كمان. بس هو الناس بتسلف نفسيها. يا في ناس كلمتني كمان قالوا لي لا هتنزل. لا لا وهم الناس بتسلف نفسيها. احنا داخل علينا سنه جديده ان شاء الله. واحد ربنا يكرمك. كل سنه طيب يا عم. عامل كام؟ قاعد معانا في العيد. هاي اتنين زرقاء يا رجالة. يعني انت الزرقاء هتوفى دي؟ ده ذكر ودي انتهى. تمام. عاملة كام نتاية الرحانية دي؟ الاتنين مع بعض. الاتنين مع بعض. ب 200 جنيه. ب 200 جنيه ربنا يوسع عليه. ايه رأيك كده؟ ربنا يوسع عليه. نهارك اهو. واللي هيجي يا عم يشتري نديله كمان هدية. قول رقم تليفونك. نديله 5 جنيه فوق البيع. قول رقم تليفونك طيب. 011 5 7 4 8 6 4 9 1. يجعل نهارك ورد يا عم عادل. هنخش بقى كده رجاله اقول لكم برضه حمتين اللي موجودين ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله يكون سوق ممتع وتقدروا تستفادوا باللي احنا بنعمله ان شاء الله، علشان اللي احنا بنعمله ده رجاله ده بتبقى افاده ليكم. لو ما استفدتوش يبقى احنا اكننا ما عملناش اي حاجه خالص. تمام. شويه زغاليل برضه يا شباب ما شاء الله. ادي هنا برضو في زغاليل سويد وادي انجليزي ومرقع شقافه ومسود. تعال نخش كده معانا رجاله برضو ايه حمتين ما شاء الله.
اهم حاجه تستمتع وانت بتتفرج بالسوق والحامتين اللي في السوق، اكنك معانا بالظبط في السوق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. هذا احمر وادي وطقاطي ان شاء الله. هنجيب برضو يا رجالة لكم حامتين هنا لكم معانا. بص بقى الحتة دي خلاص انا هحط الحتة دي عامل ازاي. الله اكبر عليهم رسالة. شوفوا برضو اسعار هنا حال على خليكم معانا يا رجاله. نخش بقى ايه الشهادة هنا. السلام عليكم، عامل ايه يا باشا؟ اخباركم ايه؟ بسم الله ما شاء الله. لكم حامتين هنا برضه يا رجاله. ادي قشر بندق ان شاء الله. شو عدد حلوين رحمانيات. الله اكبر عليهم ريش كلهم. بسم الله ما شاء الله. ست عليهم ريش. الله اكبر. انت بعت يابا. انا ما بعت. انا جاي اللي هنا. ده انت اللي ما خدتش بالك. انت ما نزلتش امبارح. انا نزلت. هو نزلت ما شاء الله. معاه حيل السوا رجاله اهو. ايه؟ قال له ما تصور ومشي. ماشي. الرنجلايزه دي عامله كام؟ ببلاش خالص يا عم. ايوه انا عارف. لا يا عم عيب عليك. واحده ب 50 فبعتهم بره. الواحده ب 50؟ اه. كلهم نت. ومعاك حلوس ايه؟ الحلوس عامله كام؟ 150 جنيه الحلوس يا رجاله. اسعار من تحت يا ابو مصر. ايه؟ يعني ولا عادي فلوس هنا. ده حامتهم برضه بقى يا رجاله اللي محتاج ينش. مش يعني ربنا يبارك. ما شاء الله. دي الاسس بقى يا رجاله التحضير. تمام؟ سمعنا ان الكلفه هتنزل صحيح؟ نزلت قد ايه؟ جنيه ونص. لا لسه هتنزل تاني ما شاء الله ما شاء الله. حبيبي ابو شادي عامل ايه؟ نهارك زي الورد. كل سنه طيب. سنه سعيده علينا ان شاء الله باذن الله. عامل ايه يا غالي؟ ربنا يحفظك. طلع لنا بقى حامتين كده كويسين. حبيبنا ده يا عم ما شاء الله. شخاش لهم يا شباب ما شاء الله. كم الشخاشلة ابو شاد؟ الشخاشلة عاملة كام؟ 250. والخد 250 ان شاء الله. ودي المسويدة ايه؟ شغلين مسويدة. الله اكبر. مستوى كويس قوي ومستوى معالي يا رجالة. مسويت كام يا ابو شاد؟ صوفات. الله اكبر عليك. بسم الله ما شاء الله. بس عشان بيتكلم الزبون. عاملين كام زبون ان شاء الله؟ مساويك كام ابو شاد؟ 300 يا رب. طبعا الفل يا شيخ. رجع النهارده جاي لك. طيب ماشي ان شاء الله. ان شاء الله. استنى برد بيخلص بس مع الزبون يا رجاله ونتكلم معاه. ان شاء الله. ان شاء الله. معانا رجاله ما تطلعوش من الفيديو.
طلعناها برضو حامتين كويسين عشان هو برضو في زغلولين صوافات برضو. الله اكبر عليك. انت نزلتهم ليه؟ اوعى بس اوعى في خط تمام عمره في وش النادي. طب تعالى لي انا هلعبك بعديها كده خلاص بقى. انت اللي بدات انا مش معاك واجب ده زي كلها اللي عندك من عندي. طيب طيب فين بقى اللي انت بكم معانا رجاله برضه نجيب لكم برضه ايه حامتين عقبال ما يطلع لنا يخلص الزبون وهيطلع الرخم عليه يطلع الزغاليل. ما شاء الله بصوا الزغلول بحرام ده رجاله لسه بقى اما يكبر وخلص هيبقى أيوة حاجه تانيه خالص ان شاء الله ان شاء الله. في حلوس ايه حبيبي لؤي صباح الفل لسان طيب عامل ايه؟ يلا اطلع بقى حاجه تاني براحتك. هذا عنبر يا رجاله انا برص عمري خدي وطاطي معلش هنطول عليكم يا رجاله بس هنطلع لكم شويه زغلل كويسه ان شاء الله. على ما انا مالك واحده واحده ما شاء الله. ما شاء الله لكم برضو ايه كم واحده هنا. يلا حبيبنا برضو حامتين هنا برضو شوية زغاليل هنا كويسين برضه رجالة. ادي مرقعات اهو كامل مرقعات يا لؤي ان شاء الله. مرقعات بكام؟ والصف تعال يا حبيبي الله اكبر ان شاء الله. اه ده كبير شويه ده ما شاء الله ما شاء الله. كام دول يا 300 جنيه ما شاء الله. ماشي يا لؤي لو في حاجه تاني طلعها معايا. معلش يا رجاله هنرخم عليه علشان خاطر يطلع لنا حامتين كويسين ان شاء الله. ما شاء الله اي اتنين حلوس يا رجاله. انا محمد كام الحلوس دول يا لؤي؟ 200 جنيه الحلوس ده يا رجاله. بقول لك ايه يا جميل؟ ما شاء الله في برايده كشك هو بعدين ده سيبهم فوق عادي. كام البنايه ده دلوقتي؟ بدا من 250. 250 طلع العبايسه المصريه دي. في عبايسه مسار وهم بيطلعهم كده. ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. حبيبي شادي سون طيب عامل ايه؟ كام يا شادي؟ 250. 250 جنيه يا رجاله. احلى صباح عليكم يا رجاله. ارقام تعالوا نخش كده يا رجاله. لكم برضه حامتين برضه خليكم معانا ما تطلعوش من الفيديو يا رجاله عشان حامتين الله اكبر عليهم. دول يا رجاله صفر ورقه تمام؟ معاهم زغاليل صغيره اهي. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. يا اخويا عامل ايه؟ يا اخبار؟ حبيبي. عامل ايه؟ لسان طيب عامل ايه؟ ما شاء الله. الصفر ورقة دي عاملة كام؟ يعني القصة عاملة 500 جنيه؟ بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. اسمك كريم ايه؟ حبيبي احمد من ايه؟ من معادي. معادي؟ قول رقم تليفون. حبيبي 10 7
91. ايه يا حبيبي تعال صلى اتصل بيك مع مواد اتصل بيك يابا نهارك ابيض احلى صباح عليك يا عم حبيبي ان شاء الله معلش برضه رجاله خليكم معانا. السلام عليكم. بسم الله ما شاء الله برضه في شويه صغيره رجاله فلوس ايه ما شاء الله ربنا يحسن صومه غالي ان شاء الله. عملتهم برضه رجاله كويسين في فلوس وبط عمر الله برضه هنا الشخشول الازرق اهو رجاله الشخشول الاسود وده كله وده زرقه طيفه ان شاء الله. في زغلول الشخشل ايه؟ كم الزغلول الشخشل اخو؟ جوه؟ ماشي الحمتين برضه دول زغلول برضه ان شاء الله. خليكم معانا بقى يا رجاله. صباح الفل عم محسن عامل ايه؟ الله اكبر ما شاء الله زغليلك الله اكبر يا عم محسن. زغلولين عاملين كام؟ زغلولين ب 150 رجال ما شاء الله زي ما انت مش شايف حضرتك اهو واضح معاك اهو ب 150 جنيه الزغلولين 150 الزغلولين وادي شويه زغلولين برضو سكرتات السكرتات عامله كام يا عمده؟ 2.5 ولطاطا وتقطي واحد ده ولا ايه؟ زغلولينه 150 سكرتات ب 2.5 ما شاء الله ما شاء الله حنتين برضه الله نقول عليه هات لي كيلو كله موصل تمام والله يوم بيوم ما شاء الله جرب وشوف. المراسلات دول نجيب لكم اسعاركم. المراسلات عامله كام؟ دول مش حاجتي بقى معلش مش حاجتك ان شاء الله انتم كويسين. السلام عليكم سون طيبين ان شاء الله سكرتك حلوه يا رجاله الله اكبر عليك. ممكن تقول لي سعر السكروسه ده؟ ما شاء الله ربنا يبارك. بسم الله ما شاء الله ده احمر كشك وادي وطاطي الله اكبر عليه. والوطاطي ده عامل كام؟ 400 ما شاء الله. وادي مرقعه نهاركم ابيض يابا وادي في حته برضه بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. دول علاجات اهو رجاله اللي محتاجه علاجات برضه في شارع الغزاره وكل حاجه معاكم يا شباب ان شاء الله. هنبقى نعمل لكم فيديو مخصوص للعلاج ده تمام. نجيب برضو قص هنا مراسلات ان شاء الله. حبيبي عبدو المراسلات دي عامله كام؟ 400 عيال صغيره دول ها 400 جنيه. والكبار بكام القص دول؟ ذكر ذكر لوحده والقص عامل على بعضه. ودي لفه روح عارف ودي لفه جاب حمام بكام؟ 2000 ونص. ودي لفه حمام يا رجاله عاملين ايه؟ لسان طيبين عاملين ايه؟ ان شاء الله كلكم برضه رجاله حامتين كويسين باذن الله. ورقه ان شاء الله ده هنا برضه رجاله ان شاء الله. تم برضه في زراعتي هنا اهو تعالوا بقى رجاله خليكم معانا ماشي مع بعض اكنك معاك معانا في السوق بالظبط يا رجاله والناس ايه والسوق اهو ما شاء الله. عندكم برضه حامتين باذن الله يعجبوكم باذن الله وفرجه ممتعه بفضل الله. السلام عليكم عامل ايه؟ عامل ايه؟ نهاركم ابيض كل سنه وانتم طيبين. اللي نال بسم الله ما شاء الله زغليل يشرب بنادق في قطاطهم بقى الشباب كل حاجه وليها تقلب
وليها سعرها تمام. ودي شويه شعبي برضو كركنديات لو اكبر. بسم الله ما شاء الله عندنا الله اكبر عليهم رجاله برقبات دول كويسين. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. في خضرة بنيدي تمام. وادي شخشول اللي بيقولوا عليه قرنفلي ده بيقولوا عليه قرنفلي تمام. وادي برقبات اهي حلوه كويسه عادات تمام ان شاء الله. في طاقه كويسه. والسلام عليكم. في خضره رجاله انت الخضره دي الله اكبر ان شاء الله. مين علي بقى الله حمتين كويسين رجاله جعفرهم الناس الهواية الجعفرة تمام. جعفرة في زغاليك ان شاء الله. والقص يعمل كام يا حبيبي؟ القص يعمل كام الجعفرة؟ مكحلين. واللي مش مكحل عامل كام؟ 300 جنيه ان شاء الله. دول مكحلين يا رجاله يعمل 500 جنيه المكحل يعمل 500. بسم الله ما شاء الله. هنجيب لكم برضو حامتين هنا شباب خليكم معانا. هنطول الفيديو النهارده عشان في ناس حابه تتفرج ايه على الفيديو وتتفرج تقسم الفيديو لده السوق زي ما انتم شايفينه يا شباب ما شاء الله. خليكم معانا ما تطلعوش من الفيديو. احنا مش هنفصل مش هنعمل اي حاجه. نجيب لكم برضه حمامتين غزار برضه ونطلع نجيب لكم الحمام الشعبي اللي انتوا بتحبوه تمام. ما شاء الله ادي السوق اهو. وادي حمامتينهم. وادي الناس اهي رجاله والسوق في بيع وشراء. يا جدعان محدش يقلق يا جدعان محدش يقلق. الكلفه هتنزل الكلفه هتنزل يا رجاله قريب قوي 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 ان شاء الله باذن الله. تعالى نفصل هنا ونرجع لكم تاني. عامل ايه؟ ده عمك مجدي ده لبسنا في الريال. مبارك ايه؟ معاك ابو مجدي. معايا ابو سكروت. منتايه دي ها؟ اه. ان شاء الله. سكرتها يا اسطى. بلاش تتكلم انت خلي ابو مجدي يتكلم. ده ذكرها؟ ذكر سكروت اهو دول القص على بعض. عاملين 300. عاملين 300 جنيه يا شباب. لا ما تمسكش ده. لا 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 ما تجيبش فئات المسلمين. ارفع ايدك فوق كده شويه. ما شاء الله مساوي ده يا شباب. عاملين 500. ماشي. دي النتاية بره. ودي الدكر اهو. معلش يا ابو مجد تعبان. عينيا ليك يا عم. ودي الدكر اهو. اطلع فرق عند وشك يا مروان فوق. من 500؟ اه. قتل السرليات دول. هنا السرليات اهو. ده عنبري. هو وكيلته عامل 200. عنبري هينزل كده. يا كابتن يا عمدة. يا جدعان. ماشي. ايه يا جدعان انتوا قتلتوني؟ يا ابويا. ماتش اللي جنبك ده راح. يا طير. ما شاء الله. يا جيركي. يجيب القص بس. وادي انت اسكندرانيه ايه؟ عامله 100 جنيه. 100 جنيه يا شباب. عايز خلاص شكرا يا حبيبي. شرفتني يا غالي. الله يخليك يا غالي. الله يخليك انت نورتنا يا غالي. كل سنه طيب. وانت طبعا. تعالى نفسي نرجع لكم تاني يا شباب. رجعنا تاني يا شباب. صفر ورقه النهارده كتير. مقنيرات كتير النهارده في السوق. تمام؟ الصفار اهو. برضه هنا حامتين صوافة يا شباب. هات اديله محمد صفر. ان شاء الله. في حامتين هنا. فيها سوس هملتين ان شاء الله. اتفرجوا على الحمرة يا محمد. انت بتعمل ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طب لا معلش ما تبينش. لا ما تبينش. لا لا لا. ما تبينش حاجة. ما تقلقش. ما شاء الله. انا حامتين الله اكبر.
انت عيال اكبر من 16 دولة. انا مش عارف ازاي اديتها للشيخ قدامك. انت لا شويه اشرب نادي عمبر دول رجاله لكم حامتين كويسين شويه اشرب نادي. في ناس ما بتحبش تتصور رجاله، في ناس ما بتحبش تطلع بوشها، فدي ليها كل الاحترام. تمام تعال كده رجاله خليكم معانا برضه. شويه خضر هنا دعم برسمه اهو ان شاء الله. نقول قص عنب رسوم لو ادي الصور واضح معاكم يا رجاله. وادي الناس اهي زحمه النهارده قوي. تمام ما تشربون دول رجاله ما شاء الله. بس حضرتك اتفرج حضرتك وقلب الحمامه بعينك لو ده رحمانيه صفيه. بسم الله ما شاء الله عليه. تمام ما شاء الله. دي خد لا هو دي السوق اهو. لو اكبر تعالى كده رجاله اجيب لكم برضه حامتين. بسم الله ما شاء الله ماشيه كده مع بعضينا رجاله. برضه نجيب لكم اللي في القفاص دي تبقى في حمامه كويسه اهو زي ما انت مش شايف ما شاء الله. ربنا الله اكبر عليهم. بس الصحه ايه السلام عليكم. الله اكبر حمامه كويسه قوي رجاله. الله اكبر كده رجاله كده احنا ايه بنطلع بره. تمام لكم برضه حمامتين كويسين. وبكده نكون خلصنا السوق وتقرير الفيديو يا رجاله. وكل سنه طيبين ونقابلكم ان شاء الله في السنه الجديده باذن الله. هيكون اول فيديو بامر الله في السنه الجديده. اجعلها سنه سعيده علينا وعليكم يا رب جميعا كده ان شاء الله. وكل سنه طيبين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.